أهلا بكم. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة لم يخرج عن مقتضيات ما هو معروف ومطلوب دوليا وإقليميا لتثبيت الأمر الواقع في العراق ودعم حكومة الاحتلال التاسعة أمنيا. وأضافت الهيئة أن عقد هذا المؤتمر خارج العراق رغم كونه مؤتمرا لدعمه هو بحد ذاته دليل واعتراف ضمني بعدم ثقة المشاركين فيه بصلاحية الأوضاع داخل العراق لعقد المؤتمر وعدم جدارة حكومته الحالية بتنظيمه وحماية المشاركين فيه. وشددت الهيئة على أن إخراج العراق من حالة عدم الاستقرار وانهيار مؤسساته بالفساد وسيطرة الميليشيات الإرهابية تكمن في إعادة النظر في النظام السياسي نفسه وتغيير قواعد العملية السياسية العقيمة فيه والمستمرة منذ العام 2003 وحتى الآن. مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة لدعم حكومة الاحتلال التاسعة وتثبيت الواقع الراهن في العراق هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: أي أمر أو أي واقع أراد تثبيته مؤتمر بغداد الثاني في العراق كما تقول هيئة علماء المسلمين في العراق؟ وما جدوى استمرار عقد هذه المؤتمرات لدعم النظام السياسي الذي بات في طور الاحتضار السياسي؟ ثم ألا يؤشر عقد هذا المؤتمر في الأردن إلى أن الأوضاع في العراق غير صالحة ولا آمنة لا لأهله ولا لضيوفه؟ ولماذا لا يريد المجتمع الدولي والإقليمي الاعتراف بأن العراق الذي حطمته العملية السياسية بحاجة إلى رؤية ونظام سياسي جديد؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الوهاب القصاب، صباح الناصر. عن العراق ومن أجله ولا يقام على أراضيه، هذا أغرب مؤتمر يقام بالتنسيق مع حكومة يفترضها المشاركون أنها شرعية وذات سيادة. الحديث عن مؤتمر بغداد الذي أقيم في الأردن بمشاركة عدة دول تحت عنوان دعم العراق، إلا أن أجنداته لم تخرج عما هو مطلوب دوليا لتثبيت الأمر الواقع في العراق ودعم حكومة السودان واستجلاب الاعتراف والتأييد الإقليمي والدولي لها. ويتضح ذلك من خطاب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية المشارك في المؤتمر عندما وصف العراق بالآمن والمزدهر. وبغض النظر عن تجاهل المشاركين في المؤتمر للانفلات الأمني والاضطراب السياسي والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات وغير ذلك من ملفات الفساد والتردي الاقتصادي والخدمي، بغض النظر عن ذلك كله، فإن مجرد إقامة المؤتمر خارج أراضي العراق هو اعتراف ضمني من المشاركين بخطورة الوضع في العراق لدرجة أنهم لا يجدونه مكانا آمنا لعقد هكذا مؤتمرات فيه. النظام الإيراني الذي لا تزال آثار صواريخه في الأراضي العراقية حضر المؤتمر معتبرا نفسه جزءا من الحل، وألقى وزير خارجيته خطابا نظر فيه للدفاع عن العراق وأمنه دون أن يجد أي رد أو احتجاج من حكومة بغداد على قصفه المتواصل للأراضي العراقية. ما دار في مؤتمر بغداد يؤكد الاستمرار الدولي والإقليمي بتجاهل حقيقة معاناة الشعب العراقي من النظام السياسي القائم وعدم الاكتراث لمخاطر النفوذ الإيراني في العراق على المحيط الإقليمي ولا سيما المنطقة العربية، وخصوصا أن البلد الذي أقيم فيه المؤتمر يخوض حربا مع عصابات المخدرات التي تتبع للمحور الإيراني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة لدعم حكومة الاحتلال في العراق وتثبيت الواقع الراهن في العراق. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا من الولايات المتحدة عبر سكايب الدكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي واشنطن، سيكون من واشنطن طبعا، ومعنا ايضا من تورنتو استاذ العلوم السياسيه في جامعه يورك الدكتور صباح الناصري. اهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. لو بدانا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، هيئه علماء المسلمين كان لها بيان تحدثت انه هذا المؤتمر ليس له من غايه سوى تثبيت الواقع الراهن
الموجود حاليا في العراق. أي واقع هذا الذي أريد تثبيته من خلال هذا المؤتمر، مؤتمر الشراكة والتعاون الذي عقد في الأردن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. الحقيقة تثبيت الواقع الذي تتحدث عنه هيئة علماء المسلمين والذي هو يعني معروف للجميع، وتثبيت العملية السياسية، هذه العملية السياسية التي أقامتها الولايات المتحدة عندما احتلت العراق عام 2003 وما زالت قائمة لحد الآن. الكل يعرف أنه هذه حكومة، حكومة محمد الشياع السوداني، هذه ربما ستكون الحكومة الأخيرة إذا ما سقطت، وستسقط. والعملية السياسية تشتري وقت لبقائها على يعني قائمة وحية، وكل هذه الدول تحاول، كل هذه المنظمات وأولها أمريكا طبعا تحاول أن تبقي العملية السياسية يعني حية وباقية وقطارها على السكة، وهذا وضع صعب الحقيقة. لذا وعندما يعني نتحدث عن هذا المؤتمر الذي اسمه بغداد وعقد في الأردن، وأشرتم بالتقرير والهيئة علماء المسلمين أشارت إلى هذا الموضوع، وهذا يعني دليل على فشل وموت هذا وولادة هذا هذا المؤتمر ميتا من البداية، لأنه اسمه بغداد ويعقد في الأردن، وكل الكلمات التي قيلت بحق العملية السياسية والازدهار في العراق كلها كذب، والأمن في العراق، لأنه لو كان هناك ازدهارا في العراق وهم مؤمنين به وهناك أمن بالعراق وهم مؤمنين لذهبوا إلى بغداد واجتمعوا في بغداد مثل ما اجتمعوا في يعني ما سمي بغداد واحد، عندما يعني أحاطوا المنطقة كلها وقطعوا الطرق كلها واجتمعوا لساعات وأنهوا الاجتماع وقالوا اجتماعا ناجحا. وهذا الاجتماع أيضا نفس الشيء، محمد الشياع السوداني قبل أن يذهب تحدث عن هذا المؤتمر ربما بساعات، قال نحن ذاهبين نذهب إلى هذا المؤتمر لأنه هذا المؤتمر منصة لعرض رؤيتنا السياسية ومشروعنا الاقتصادي، قال مشروعنا الاقتصادي رؤيتنا، ونبحث آمالنا وتطلعاتنا للتكامل مع الدول الموجودة، التكامل الاقتصادي. وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة، لأنه أنت تتحدث عن اقتصاد في العراق، وهذا الاقتصاد اللي تحدثوا عنه ومنسق السياسة الأوروبية مدح في هذا الموضوع وقالوا أن العراق في ازدهار، وفي عليهم أن يعرفوا وهو واقع يعرفونه، لأنه منظمة العمل الدولية تتحدث أنه العراق أعلى دولة بعدد الموظفين، 37% من القوى العاملة هم موظفون في الدولة، الدولة العراقية، وتتحدث عن 4.5 ملايين موظف في الدولة، إضافة إلى 3.5 ملايين من المتقاعدين، إضافة إلى 1.5 مليون يأخذون ما تسمى الإعانة الاجتماعية، فبالتالي أنت لديك 9.5 ملايين موظف يأخذون من الموازنة، إضافة إلى الفضائيين اللي هم يتحدثون عنهم اللي نسبتهم لا تقل عن 40%، وبالتالي هذول أكثر من 3.5 ملايين، أنت لديك أكثر من 13 مليون واحد يأخذون حوالي يستهلكون 75% من الموازنة، فما يبقى من الموازنة لا يبني اقتصادا لا يبني دولة، وأنت لديك كل البنى التحتية مهدمة، واليوم الأمطار ربما يعني شهدتموها كيف فعلت في العراق، هذا واقع مزري، أنت تحتاج إلى تعليم، إلى بنى جديدة، بنى تحتية، أنت تحتاج إلى الخدمات، إلى الطرق، إلى المواصلات، إلى كل شيء، إلى الصحة، كل هذه تحتاج إلى بنى تحتية، والميليشيات والفساد تأكل أموال العراق. دكتور عبد الوهاب القصاب، يعني بعد 20 سنة على ولادة النظام السياسي في العراق، هل تعتقد أن الإقليم والمجتمع الدولي يشعر أن الوضع في العراق مهزوز هش ليس محل ثقة، ولذلك تأتي هذه المؤتمرات المتوالية سواء داخل العراق أو خارج العراق على غرار هذا المؤتمر الذي جرى في الأردن، مؤتمر الشراكة والتعاون؟ الوضع مهزوز بحيث الكل يتداعى لمحاولة تطويقه أو إيقافه على قدميه؟ يعني أنا أتفق مع النصف الأول من أطروحة حضرتك أستاذ ماجد، أكيد العالم كله ممثلا بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية العالمية الأخرى ك
كالاتحاد الأوروبي مثلا أو الدولة المحتلة الأولى التي غزت العراق وأوقعته في هذه في هذا المأزق اللي هي الولايات المتحدة. كل هؤلاء يشعرون بخيبة أمل من النماذج التي أتوا بها من القاع وسلموها قيادة الدولة، النماذج المنافقة التي أظهرت لهم الود في المراحل الأولى، ثم ما أن تمكنوا من الدولة حتى ذهبوا إلى إلههم الموجود في قم أو في طهران وقدموا له الولاء وقدموا له العراق أيضا. يعني أنا أشك أنه حتى هؤلاء يأخذون بشكل غير مشروع وبغير قانوني، يأخذون حتى خمس من واردات العراق باعتبار أنهم تابعون لدولة الولي الفقيه الذي هو كما يتصورونه هم ولي أمر المسلمين. أظن أن لدينا مؤشرات حقيقية على أن المجتمع الدولي ضاق ذرعا بهؤلاء، وقد أعربت مندوبة الأمم المتحدة للعراق بلاسقاط أكثر من مرة بأن الوضع مأساوي وأن الوضع فاسد وأن الوضع آيل للسقوط وأن هؤلاء الناس الذين يكلفون بإدارة الحكومة هم ناس فاسدون وأن هذه الطغمة السياسية الحاكمة هي التي أكلت أموال العراق. أكثر من مرة نحن سمعنا، وحتى عندما ذهبت وأنا يعني أتساءل لما ذهبت إلى علي السيستاني لكي تأخذ رأيه بشيء أظن أنه يخص العراق كله ولا يخص ذلك القطاع من العراق الذي يعتبر السيد علي السيستاني مرجعا له. يعني هذه تداعيات واضحة، لكن أنا أشعر أيضا، هذا شعوري، هنا يبدأ الاختلاف بيني وبين الأستاذ ماجد في أطروحته، أنا أشعر بأن أي محاولة احتواء العراق من قبل مجموعة دول تنتمي للإقليم وللظهير العربي تحديدا مؤيدة بالمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وعلى الأقل أحد جيران العراق غير العرب الذي هي تركيا. تركيا لديها أهداف العراق لا ننكر، لكن تركيا أهدافها لا تصل إلى السوء الذي نفذته إيران من نتيجة هيمنتها على العراق. إذن أنا أقول، وقد قالها حتى رئيس الوزراء الحالي ولو على استحياء، عملية التكامل مع الظهير العربي هي التي تشكل في هذه المرحلة طوق النجاة للعراق لكي يخرج من هذا المأزق الذي أوقعه الأمريكان فيه، وتقع على عاتق الولايات المتحدة بلد الاحتلال الأول والبلد الغازي الأول مسؤولية كبيرة في أن يصحح ما دكتور قام دكتور به. دكتور عبد الوهاب، نعم. هذا المؤتمر برأيك يدعم العراق أم يدعم النظام السياسي ويدعم حكومة الميليشيات اللي هي واحدة من رؤوس الحرب في المشروع الإيراني؟ أنت تعلم والكل يعلم أن حكومة السودان هي حكومة الميليشيات بامتياز. هذا المؤتمر يدعم نظام لو يدعم البلد؟ أنا أشعر أنه الغاية الأساسية في هذه المرحلة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ولدول الجوار العربي تحديداً هو دعم العراق وليس دعم حكومة الميليشيات. لا أظن أن هنالك عدا إيران حكومة أو نظام يدعم عصابات الميليشيات الموجودة هذه التي تدعمها واحدة وهي إيران. وأظن بأن حتى إيران، أنا يعني هذه وجهة نظر قد تتعارض أو تتقاطع مع قناعات أخرى، أنا أظن أن هذا المؤتمر كان مناسبة لكي ترسل رسالة واضحة إلى إيران من قبل الجوار العربي والجوار غير العربي الآخر ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن كل هؤلاء ضاقوا ذرعا من الهيمنة الإيرانية على العراق، وأي حديث عن السيادة العراقية يعني بالضرورة وبالتحديد. نعم دكتور، شكرا دكتور. دكتور صباح، يعني النظام عمره الآن 20 سنة في العراق، الحقيقة حظي بدعم مفتوح من الإقليم والمجتمع الدولي عز نظيره، لم ربما هناك يعني نظام حظي إلا يجوز في إسرائيل حظي بهذا الدعم المفتوح وعلى كل المستويات كما حظي به النظام
بعد الغزو الأمريكي في العراق، ومع ذلك واصل تدهوره وواصل الحقيقة راكم الكثير من السلبيات والإخفاق والفشل. ما جدوى هذه المؤتمرات لنظام ما زال يحث الخطى نحو الهاوية وما بعد الهاوية؟ تحية طيبة أول شيء أستاذ ماجد إليك والدكتور رافع والدكتور عبد الوهاب. أهلا دكتور. وطبعا عاملين القناة ومشاهدين ومشاهدات الكرام. أهلا وسهلا. في الحقيقة أنا أشوف هذا المؤتمر في هذه اللحظة الحرجة، أنا أسميه يعني حرب مواقع. يعني كل الدول الموجودة بالمنطقة، بل حتى يعني القوى الدولية، الاتحاد الأوروبي، أمريكا إلخ، تحاول أن تتموقع في على أرض متحركة، يعني ماكو رمال متحركة. فكل الأطراف الموجودة هي ليست هنالك لدعم هذا النظام الفاشي حقيقة، إنما من أجل مصالحها، بمعنى التنافس على أسهمها على حصصها في هذا البلد اللي أنا وصفته من 2003 إلى اليوم. أصبح العراق مثل خنسميها معادلة توازن جيوسياسي بالمنطقة، بمعنى كل دول المنطقة، طبعا أولها إيران، بس مو بس إيران، كل دول المنطقة وإسرائيل طبعا تستفاد من وضع لا دولة في العراق. فالعراق أصبح مثل رقعة شطرنج، أرضيتها، قطعها، قوانين لعبها كلها تتوافق مع مصالح المنطقة والقوة الدولية، بالذات أمريكا وبريطانيا، ولكن ليس مصلحة الدولة العراقية والشعب العراقي. وأفضل من يخدم هذه اللادولة، من يخدم هذه المعادلة الجيوسياسية، من يخدم مصالح بالذات إيران وأمريكا وبريطانيا، بل وحتى إسرائيل، لاحظ الاجتماع في الأردن أقرب إلى إسرائيل، أقرب إلى التطويع، هي هذه المنظومة الفاشية اللي أتت بغلاف، للأسف بغلاف مذهبي وثقافة موجودة في المجتمع العراقي في الجنوب، تم استغلالها يعني لسوء الحظ من أجل هذا المشروع الاستعماري. وأنا قلت أكثر من مرة أن التحالف الدولي في العراق هو ليس هناك من أجل محاربة داعش، لأن داعش هو أصلا مختلق من قبل أمريكا وإيران، بمعنى كمكافئ جيوسياسي. هي موجودة هنالك لمنع أي انقلاب شعبي أو عسكري أو بل حتى انتخابي على منظومة الاحتلال، وأكبر دليل ثورة تشرين وقمعها بفاشية، والانتخابات الأخيرة اللي فاز بها التيار الصدري وتم الانقلاب عليها من قبل أمريكا والقضاء العراقي، زيدان وقاعاني والمالكي. إذن هذه المنظومة في هذه المرحلة الحرجة الانتقالية، عندك حرب في روسيا وأوكرانيا، عندك احتجاجات في إيران، حقيقة قد يسقط النظام، يعني يمكن مو خلال الشهر هذا أو الشهر الجاي، بس النظام ضعف إلى نقطة قد يسقط. وهذا دكتور اسمح لي وفق هذه الرؤية حتى أيضا نربطها بما تفضل به الدكتور عبد الوهاب القصاب، هكذا هذا المؤتمر والقوى الإقليمية والدولية هي خائفة على النظام وليس خائفة على العراق، لأن الحقيقة العراق، وهذا واضح من الحركات ومن كل التحركات والحساسيات، ويريد إسقاط النظام، وتظاهرات تشرين دعت إلى إسقاط هذا النظام. إذن كأنه مصلحة العراق وشعبه بإسقاط النظام. إذن هذا المؤتمر يدعو لإيقاف النظام على قدميه، أو الخوف عليه من أن يسقط. أي نقطة أستاذ ماجد، النقطة الأولى بالضبط، هم لا يريدون إسقاط هذه المنظومة. أنا ما سمي نظام لأن ماكو نظام حقيقة، نعم، لأنها منظومة فاسدة. هم يريدون المحافظة على هذه المنظومة في المرحلة الانتقالية، وأكبر دليل على ذلك أن هذه الحكومة اللي خسرت الانتخابات، يعني تصور أنت، وهل الحفاظ على هذه المنظومة مصلحة عراقية وطنية؟ لا لا لا، يعني خلي يجي لك لاحظ، السوداني فاز بمقعد واحد أصبح رئيس وزراء، هذه ما موجودة في أي مكان في العالم، حتى الدكتاتورية هم عدا أكثر من مقعد. نعم. اللي شكل هذه الحكومة بهذه السرعة وبهذه الآلية، رغم أن كل الأحزاب الشيعية تحدث عنها، ما تحدث الآن عن الكردية أو ما تسمى السنية، أنا ما استخدم هذه المفردات، بس حسب وصفهم للمنظومة، منظومة المعاصصة، الأحزاب الشيعية اللي شكلت الحكومة هي كلها خسرت الانتخابات،
يعني ضد مفهوم الانتخابات والديمقراطية والتمثيل، وهو انقلبت هذه رومانسكي السفيرة الأمريكية على الانتخابات وعلى إرادة الناخب العراقي، وشكلت حكومة الإطار التنسيقي بالتعاون مع إيران، بالمقابل حزب الله يوافق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. يعني مرة أخرى هذه المنظومة أثبتت ولائها للاستعمار الأمريكي والإسرائيلي والإيراني، ولذلك أنطوها فرصة سنة أخرى أن تبقى بالحكم. ليش؟ لأن المرحلة حرجة جدا، ونحن قادمون في الأشهر القادمة على تصعيد وعلى أزمة بل ركود اقتصادي دولي، وسيؤدي هذا بشكل مباشر أيضا على العراق. وثانيا، وهذا المهم، إيران نظام الملالي إلى حد هذه اللحظة، دع عن كل هذه الخطابات المقاولاتية إلى ما آخره، إيران خدم الغرب وبالذات نعم أمريكا وبريطانيا وإسرائيل إلى هذه اللحظة أفضل خدمة، وبالذات في تحطيم الدول العراقية. إذن ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي وأمريكا أن يسقط النظام الملالي في إيران، ولذلك يعتبرون العراق كجسر من أجل استقرار نظام الملالي، تماما مثل النظام الملالي هو أداة لاستقرار منظومة الميليشيات والمحاصصة في داخل العراق. بمعنى ما زالوا يراهنون على نفس هذه المنظومة، ولكن وهذا لكن حط جو خط كلش عريض أحمر، ولكن أنا أقول حرب مواقع على الوعث، على رمال متحركة. الكل يدرك إن هذه اللحظة، هذه التشكيلة راح تفشل، راح تسقط، وراح يصير هنالك فراغ سياسي كبير. وإذا صار تداعيات في إيران أيضا فراغ سياسي، سيكون هنالك تحول جيوسياسي خطير جدا. ولذلك أعتقد إن الدول العربية ودول الخليج اللي شاركت بهذا المؤتمر هي ليست لدعم هذه المنظومة، ولكن تجد فرصة بضعف إيران لإزاحة العراق من هيمنة إيران وضمان تأثيرها على الداخل العراقي مستقبلا. إذا هنالك فرصة إذا تم استخدامها بشكل صحيح. تم استخدامها من قبل من؟ هو هذا السؤال. أشكرك دكتور. دكتور رافع، قبل الفاصل ربما عندك يعني تعليق على وجهتي نظر جتنا من عبد الوهاب القصاب ودكتور صباح الناصر. نعم، شكرا استاذ ماجد، لانه يجب ان يعني اعطي يعني رؤيتي في هذا الموضوع. نعم، الحقيقه هذا المؤتمر جاء لدعم النظام في العراق، هذا اولا، وكل الكلمات التي قيلت هي لدعم هذا النظام ودعم المشاركين العمليه السياسيه. قصدك كلمات المشاركين، نعم، في المؤتمر. نعم، كلهم جاءوا لدعم هذا النظام وهذه العملية السياسية، وبالذات العملية السياسية بهاي التركيبة اللي وجدتها أمريكا. الشيء الثاني، النقطة الثانية، أنه لا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة مثل ما سمعت ولا كل الأطراف ترى أن هؤلاء قد خانوها أو خيبوا ظنها من يحكمون العراق ومن يتولون العملية السياسية. بالعكس، كانوا أمناء، كانوا رعاة للمشروع الذي جاءت به، ومن أدخل إيران، يعني لم يهرولوا إلى إيران، من أدخل إيران إلى العراق هي الولايات المتحدة الأمريكية ومن احتل العراق، هذا واقع الحال وكنا نعرفه، وهي من وافقت. أمريكا لو لم توافق على أدخال إيران إلى العراق لم استطاعت إيران أن تدخل العراق، وهذا التخادم الإيراني الأمريكي واضح جدا الآن، بيناتهم خلافات على الملف النووي، هذا فقرة، لكن هم متفقين على وضع العراق، ومن شكل الحكومة هي إيران وأمريكا، هذه الحكومة الأخيرة، ومن شكل كل الحكومات السابقة هي إيران وأمريكا. فإذا هذه النقطة. النقطة الثالثة، أنه في المؤتمر كل الخطابات التي جاءت كلها يعني بدءا من الرئيس الفرنسي إلى الاتحاد الأوروبي كانت لتسويق إيران خليجيا، للقول رسالة للخليج كله وللوطن العربي، لكل المجموعة اللي تحيط بالعراق، أنه إيران ممكن التعامل معها وممكن قبولها بوضعها هذا وضع، وفرنسا لديها مصالح كبيرة مع هذا النظام في إيران، ولديها مصالح مخفية تحت الطاولة كثيرة، وتريد أن تحافظ على هذا النظام، والاتحاد الأوروبي يريد أن يحافظ على النظام في إيران، دعك من 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 الملف النووي. لذلك هم تحدثوا عن الملف النووي كثيرا، واليوم كان
منسق السياسة في الاتحاد الأوروبي يتحدث باختصار، يتحدث عن النظام العراقي ويقول أنه يصنع الجسور، صانع للجسور، ينسق بين من هو من يعني بين من ومن ينسق. هم قالوا أنه هو وسيط بين إيران والسعودية، بين إيران والخليج، وجرت محادثات في بغداد، وجرت محادثات ليس أكثر من ساعي بريد بهذه الطريقة. إذن يمتدحون هذا، وامتدح الأمن والاستقرار والازدهار والخطة الاقتصادية، ويمكن تحدثت عن خطة اقتصادية لم يبقى من أموالها إلا 25% تذهب إلى الميليشيات والفساد. فالخراب بهذا الشكل والوضع العراقي مثالي بالنسبة للمشروع الأمريكي الذي حطم العراق، وهذا هو المطلوب. إذن من يقف ضد هذا المشروع والشعب العراقي فقط، وكل دول الجوار لم ترعى مشروعا آخرا هو يراعي مصالح العراقيين، بل يراعي النظام الموجود. نعم. بالإذن من ضيوفنا الكرام والمشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في حلقة الليلة من طاولة حوار، ابقوا معنا. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة. نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث هذه الحلقة في مؤتمر بغداد 2 الذي عقد في الأردن لدعم النظام في العراق. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي، دكتور عبد الوهاب القصاب، دكتور صباح الناصر. دكتور عبد الوهاب، حضرتك على خلفية من خلفية عسكرية، مؤتمر يريد أن يدعم العراق، يسوق للعراق أو النظام السياسي في العراق، والحقيقة كل الذين شاركوا في المؤتمر تحدثوا عن إنجازات وتقدم سياسي وأمني واقتصادي وفيما يتعلق بمحاربة الإرهاب. أليس الأجدر أن يعقد في بغداد حتى المشاركون هذا المؤتمر يبقى منسجما مع نفسه، وأن الموجودين في بغداد يحظون أو يتمتعون بهذا الجو الآمن والمطمئن؟ لماذا يعقد في الأردن؟ أكيد عقد في الأردن لسوء الحالة الأمنية في العراق، وأنا أتفق معك بأن الأجهزة الأمنية العراقية لم تعد تنفذ ما ينبغي عليها من مهام وواجبات ثبتتها الوثائق الموجودة في دستور الاحتلال والبرامج الحكومية المختلفة اللي هي التاسعة منها. أنا أتفق معك أن الوضع الأمني سيء، وربما هذا هو السبب الأول لعدم عقد المؤتمر في بغداد. هنالك تفسير آخر بأن عقد المؤتمر في أي عاصمة أخرى من العواصم، وعلينا أولا أن نقول بأن هذه مبادرة فرنسية، ونحن نعرف فرنسا وما وراءها، يعني هو المؤتمر كله مبادرة ماكرون، وماكرون لديه برنامجه الذي تمت الإشارة إليه. فرنسا على علاقة ودية ووثيقة مع نظام المولادي في إيران، وهنا أضع أيضا كما وضع أخي وزميلي الدكتور صباح خطا أحمر تحت هذه. ليس هنالك حكومة ولا نظام دولي غربي تحديدا يتحالف مع فاشل. يعني في اللحظة التي المد الكبير في طهران يكون واضحا، سترى بأن هذه الحكومات كلها ستتراكم، وأن البديل الإيراني القادم الليبرالي العلماني موجود لديهم، يعني موجود في فرنسا وموجود في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة. واللوبي الإيراني هذا المعارض نشط جدا، أنا أشعر بوجوده هنا في واشنطن حقيقة، يعني
هم نشطون في تسويق قضيتهم. هم كما كان الخميني في تلك الفيلا في فرنسا التي كانت CIA تدفع إيجارها، والعراق لسوء الحظ كان يدفع مصروفات الخميني عندما غادر، سمرة يدفعها له، أخذته طائرة إير فرانس وأنزلته عندما ثبت لدى الجهات الغربية ذات المصالح في إيران الكيان أن هذا الكيان أو كيان الشاه آيل للسقوط. ولأن النظرية كانت هنالك نتيجة للاحتلال السوفيتي لأفغانستان، أن عملية تثوير القوى الإسلامية ستجعل منها حليفا للغرب، جعلت هذه الجهات تفضل أن يتقدم الخميني للحكم وتسلب إرادة الجماهير التي ثارت والتي كانت يعني موجودة في حركات وقوى منها مجاهدي خلق ومنها فدائي خلق. فإذا هنا يعني أنا أريد أن حقيقة العالم كله يسير على نمط السياسة الواقعية، أين هي مصلحتي ومن هو الذي سينفذها؟ أنا لا أشعر بأن هنالك عاقل في الغرب يرى بأن قيصر خزعلي يمثل مصلحة دلة، لا يمكن. لكن أن يكون هنالك نظام ليبرالي ألماني في العراق عليه رئيس وزراء مدرب ومحضر. دكتور اسمح لي على ذكر إذا على أنت تعرف وأشرت أنت إلى مسؤولة دولية، عندما تأتي للعراق تذهب إلى النجف لتلتقي بمرجع ديني، المسؤولة اللجنة المحققة عن جرائم داعش ذهبت إلى النجف والتقت بالمرجعية. الحقيقة النظام الموجود في العراق هو يتحدث عن نفسه أنه نظام ثيوقراطي. أنا قلت لك أستاذ ماجد العالم يسير على وفق السياسة الواقعية، أنت تمسك بالقوة في العراق، إذن أنا أتفاهم معك على مصالحي. نعم هذه حقيقة. السيستاني يمثل بشكل غير مشروع وأقولها بكل صوتي رأي قطاع قليل من العراقيين، يعني حتى ليس القطاع الشيعي كله، قطاع معين من العراقيين تورط هو بأن أيد هذه السلطة بأن أصدر فتوى بأن أو طلب من الجماهير أن ينتخبون هذه الطغمة التي تحكم العراق الآن. هذا جعل بلاسخار تذهب إليه، وأظن وكما تسرب بأن بلاسخار قالت له جملة من القضايا التي تثير حفيظة المجتمع الدولي. أشكرك دكتور، أشكرك. واضح دكتور صباح الناصري، الحقيقة معظم الكلمات الوفود العربية كانت تحث العراق عن الابتعاد عن المحور الإيراني، لا يجب أن يكون العراق ضمن المحور الإيراني، لا يجب أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول يعني أخرى وما إلى ذلك. الحقيقة هناك يعني كأنه نوع من الانفصام أو التناقض، الدول العربية تحث نظاما في العراق هو يقول عن نفسه يتباهى، يعني على الأقل الأطراف الفاعلة فيه تتحدث أنه مرجعيتنا الولاية الفقيه، مرجعنا خامنئي، القوى الفاعلة أصحاب السلاح، ثم العرب يطالبون بالابتعاد عن المحور الإيراني، ثم يدعمون حكومة الحقيقة محسوب شكلتها إيران كما يقول دكتور رائع الفلاحي، وعلى الأقل قسم منهم يقولون نحن نتصدى للنشاطات الإيرانية الخبيثة والمشروع الإيراني. هذا التناقض هل يمكن تفكيك هذا أو شرحه؟ نعم، والمفردة الجوهرية أستاذ ماجد هي التناقض. نعم بالفعل، لو تلاحظ يعني هسه خلينا نركز بس فقط على دول الخليج العربي. نعم ندع الأطراف الأخرى، راح تلاحظ أكو تناقض ما بين المصالح الفردية للدول المعنية بين العراق وما بين رؤية عربية استراتيجية ضد مثلا إيران وتدخلات إيران أو أي تدخل آخر في المنطقة. هنالك رؤية مثلا المملكة العربية السعودية طرحت رؤية معينة، رؤية عربية وهي مركز اقتصادي قوي جدا، الدليل أن بايدن والرئيس الصيني أتوا إلى الرياض. هنالك رؤية، ولكن في نفس الوقت المصالح الضيقة القصيرة المدى للدول المشاركة خلينا نقول الخليج العربي احيانا تطغي على هذه الرؤيه، يصير اكو تناقض بين الاثنين، وهذا باعتقادي خطا كبير. لو
دول الخليج العربي كانت متفقة على خطاب واحد وعلى أولويات واحدة وعلى موقف واحد يتناسب مع هذه الرؤية العربية، لما حضرت إلى المؤتمر لكان السلوك السياسي والخطاب السياسي يختلف تماما، ولوضعت إيران والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في موقف حرج جدا. فبالتالي الاتحاد الأوروبي، أمريكا، بريطانيا، إيران تستفاد من هذا التناقض ما بين المصالح الضيقة الخاصة للدول المشاركة اللي ما تتفق على رؤية واحدة، وما بين رؤية عربية مطروحة لسحب العراق، إزاحة العراق من فضاء الهيمنة الإيرانية إلى العمق العربي. هذا التناقض هي اللي تلعب عليه إيران، واللي تلعب عليه أوروبا، واللي تلعب عليه أمريكا. ولذلك مرة أخرى أنا أقول بأنه هذه الدول المشاركة اتفق، يعني ما اتفق مع 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 زملائي، ما اتت لدعم هذه منظومه الميليشيات، هي بالعكس ترى راهنت بالمناسبه على حكومه الاغلبيه والكاظمي، انفرضت عليها من قبل امريكا وايران. هذه الحكومه هي لا تدعم هذه الحكومه، ولكن تدرك هاي الحكومه عمرها راح يكون اقصر من عمر حكومه عادل عبد المهدي، سوف تسقط. فبالتالي تريد ان تحافظ، يكون لها موضع قدم تأثير على الداخل العراقي في حالة حدوث هذا الفراغ السياسي، وسيحدث هذا الفراغ السياسي من خلال شنو؟ المشكلة وين؟ دكتور تريد أن تضمن لنفسها تأثيرا ونفوذا في الداخل العراقي عبر أي أدوات؟ ها مو هي المرة أخرى نرجع للتناقض هذا. طالما المصالح الفردية الضيقة القصيرة المدى للدول المشاركة تطغي على رؤية وموقف عربي موحد، لن يكون هنالك أي إمكانية للتأثير على الداخل العراقي، لأن إيران وميليشياتها وأحزابها، ما تسمى أحزاب طبعا مو أحزاب، عصبيات، أقوى بكثير. وإذا كانت تعتقد دول الخليج العربي يعني فرادا وليس كرؤية بأن بإمكانها أن تؤثر على الداخل السياسي العراقي ويكون لها موضع قدم، وبإمكانها أن تنافس خنسميه الاستعمار الإيراني، فهي على خطأ تماما. أنا أقول مرة أخرى، هنالك فرصة إذا تم استخدامها بالتنسيق ما بين قوى وطنية عراقية من داخل وخارج العراق مع الدول العربية والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليج العربي، بطرح رؤية ومشروع سياسي عربي استراتيجي. هذا وحده ممكن يغير المعادلة، هذا وحده ممكن يفرض نفسه على أولويات بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة في داخل العراق، لأن إلى دعم للأغلبية من الشعب العراقي في داخله، ولكن عليه أن يتجسد، عليه أن ينطرح وبواقعية، هو هذا المطلوب الآن. واضح واضح. سنتحدث دكتور، اسمح لي، سنتحدث عن قضية أنه المجتمع الدولي يعني لا يريد الاعتراف بأنه هذا النظام فشل ولا بد من رؤية أو بطريق آخر. دكتور رافع، الحقيقة في نفس النقطة، الوفود العربية المشاركة في هذا المؤتمر والذي ألقى عليهم وزير الخارجية الإيراني محاضرة محملهم يعني متباهيا، وقد حملهم جمايل بأنه إيران قد دافعت عنكم ولولا الدماء الإيرانية، وذكر المهندس وذكر سليماني وما إلى ذلك. هذا النفاق أو الانفصام، لا أدري، انفصام إملاءات أمريكية في الحالة العربية مع قضية العراق، ادعاء بالتصدي للمشروع الإيراني، ولكن في العراق يدعم واحدة من ركن رئيسي في المشروع الإيراني دعم الحقيقة مفتوح. كل الحكومات اللي شكلت وحضرتك أشرت إليها من 2003 إلى اليوم، الحقيقة هي الحكومات إيرانية أكثر من كونها أي شيء آخر، لكن كلها حظيت بدعم عربي. هذا الجزء من النفاق، النفاق النظام الرسمي العربي خاصة في الشرق العربي، ما مرد انفصام، إملاءات أمريكية، خوف، تملق. والله هي إملاءات أمريكية، ما زالت أمريكا هي الحاكمة للعالم، وحتى من يعتقد أن أوروبا بدأت تتململ، ما يحصل الآن في الحرب الروسية الأوكرانية يدلل على أن أمريكا هي من قادت أوروبا لهذا المأزق. الرسالة التي يريد أن يقولها هذا المؤتمر أن العالم بما فيها أمريكا وأوروبا تدعم هذا النظام الموجود في العراق. الوضع لا يتحمل، الوضع الاقتصادي والسياسي الدولي والإقليمي لا يتحمل أي هزة، يجب أن يبقى الوضع بما هو موجود ونحن ندعمه،
الدول العربية والمجتمع العربي بما فيه الخليجي يجب أن يتعاملوا بواقعية مع كل ما موجود، وأولها إيران يجب أن يتعاملوا، لأن الرسالة، وأنت تحدثت عن وزير الخارجية الإيراني عندما تحدث إلى دول الخليج العربي تحدث بتعالي وفوقية، فوقية عالية جدا جدا، وكأنه يلقي عليهم خطابا يعني لا أعرف ماذا تسميه، وتحملوه كلهم ولم يرد عليه أحد. وفرنسا كانت تروج لهذا النظام، والاتحاد الأوروبي أجرى اتصالات وأجرى حوارات لإقناع الطرف الإيراني بالقبول بالاتفاق النووي. إذن كل القضية، وهم يعرفون، وكل دول الخليج العربي وكل الدول العربية تعرف أنه إيران عدو كبير جدا ولديه مشروع ضدهم، والمشروع ماضي في طريقه في سوريا، في لبنان، في اليمن، في العراق، واضح جدا جدا. وهذه الميليشيات التي في العراق وفي لبنان تهدد العرب كلهم، لكن مع ذلك مثل ما قلت يتعاملون مع النظام في العراق تعامل رائع، ويمدحونه بطريقة غريبة عجيبة، وليس فقط المدح، لكن هناك دعم مادي ودعم معنوي ودعم سياسي، هذه الحقيقة. لكن ولم يدعموا، ورغم أنه أبوابهم طرقت من قبل كل القوى المناهضة للعملية السياسية أكثر من مرة، كل الدول العربية، هذا ليس لوماً أو ادعاءً، هذا واقع حال، كل هذه الأبواب طرقت، وحتى من دون أن تطرق. هذه الدول العربية إذا كانت تريد أن تحافظ على مصالحها، تريد أن تحافظ على أمنها، تتعامل مع طرف آخر. جربتم هذا الطرف 20 سنة، وهذا الطرف مهدد لكم، مهدد لأمنكم، مهدد لكيانكم، لوجودكم. على الأقل جربوا أطرافاً أخرى، أطراف أخرى شعبية عراقية غير قابلة. العراقيين يسحقون يومياً في الناصرية وفي بغداد، وتداس عليهم ودماءهم تودر، لا أحد ينتبه إلى هذا. إذن من الذي يدفع هؤلاء؟ هي الإملاءات الأمريكية، هي القوة الأمريكية الغاشمة المسيطرة على العالم، والقوة الأوروبية. يعني هل تقول لي أن فرنسا عقدت هذا المؤتمر بدون موافقة أمريكا، بدون رضا أمريكا؟ يعني كيف تعقد فرنسا؟ نعم هي تعاكس هنا وتشاغب هناك، لكن لا تستطيع أن تعقد مؤتمرا هو ليس ساحتها، ليس العراق ساحة فرنسية، وليس الدول الخليج ساحة فرنسية، وليست الدول العربية ساحة فرنسية، وتستطيع أن تلعب بها بهذه الطريقة، هي بالموافقة الأمريكية والرسالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي معها، دعم للنظام الموجود، وهم يعرفون هذا نظام ميليشياوي لكن مصالحهم متحققة معه الآن، والنفط ماشي والوضع وشركاتهم تعمل، ويجب أن يستقر هذا الوضع ويسكن بهذه الطريقة، والشعب العراقي يذهب إلى الجحيم. هذا واقع. دكتور عبد الوهاب القصاب، يعني بعد 20 عام لماذا لا يريد المجتمع الدولي والإقليمي أيضا الاعتراف أن العملية السياسية حطمت هذا العراق وجعلته الحقيقة خطرا ومصدر خطر على أمنها؟ الميليشيات تهدد كما قال دكتور رافع كل الجوار العراق، وتتعاون مع منظمات مصنفة إرهابية مثل الباككة اللي في سنجار الآن، يحتلون منطقة سنجار. هذه الإجراءات مثل هذه المؤتمرات الترقيعية التسكينية لم تجدي نفعا، والرهان عليها رهان على حصان خاسر كما يقال. البلد يحتاج إلى رؤية، إلى 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 نظام سياسي جديد. طيب أستاذ ماجد، يعني تعليقي واضح، أنا قد يبدو هنالك تباين في وجهات النظر بيني وبين الطرح الجاري. احنا ديمقراطيون دكتور، الرأي والرأي الآخر نحترمه وما نزعل منه. أكيد أنا جزء حتى من رؤيتكم، لكن يعني أنظر إليها بخصوصية. نعم. يعني عملية الأسرار على أن كل هذه القوى الدولية مصرة على تأييد نظام حقير سارق فاشل ميليشياوي، أنا لا أتفق معه. لكن هو من ناحية الثانية النفاق الدبلوماسي. دكتور خليني أشاكس وياك، أنا أشاكس وياك. يلا شاكس ايه؟ ما أنا يعجبني. على مدى 20 سنة جد لي قوة إقليمية أو دولية اعترضت على هذا النظام أو أنها تأخرت عن دعمه وتفهمه على الرغم من ملايين من القتلى وبقية الـ يعني الفاتورة تعرفها، لا حاجة للشرح.
دعنا نعدد هذه القوى الإقليمية الموجودة من أدنى قوى إقليمية كبيرة وقوية وذات نفوذ هي تركيا غير عربية، ولدينا الدول العربية المجاورة، سوريا وضعها معروف، قائدها السفاح قاتل وهو منضوي بالمشروع الإيراني تماما. لدينا الأردن، والأردن هي محل هجوم مركز للمشروع الإيراني، به إغواء وبه إغراء، به ضغوط، تعال معنا نسير لك 30 مليار دولار فورا ومليون سائح ديني ويتولى هذا مسخ الهوية الوطنية العربية للأردن كما مسخت في سوريا. الأردن منذ اليوم الأول وحتى الآن وقف بإباء وشمم ضد هذه لا الأمر. دكتور اسمح لي السؤال دكتور، احنا نتكلم انت مشاكستني دخلني اكمل ماشي اخليك تكمل، والله الحلقه نهايتها كلها لك. يعني نتحدث عن دوله عربيه تاخرت عن دعم النظام اللي بعد 2003، يعني هذا هو السؤال. نرجع مره اخرى ونقول بان طبيعه العلاقات الدوليه ونظام السياسه الواقعيه والدبلوماسيه العالميه مبنيه على ركنين اساسيين، الركن الاول هو المصالح والركن الثاني هو النفاق الدبلوماسي. لغه النفاق الدبلوماسي الان حتى بين روسيا وامريكا مهما بلغت تجد ان النفاق الدبلوماسي موجود. فاذا السلطه الماسكه اذا ما اعترفت بها عليك ان تكون لبقا معها في تعاملك الدبلوماسي، والامر الواقع موجود. الاردن حقيقه واحده من اول الدول التي استهدفت، فجر سفارتها في بغداد لكنها اختارت أن تبقى وتقاوم هذه الضغوطات التي تجري لإخراجها من العراق. والأردنيون يدركون بأن التكامل الوحيد الناجح الآني والفوري هو تكامل اقتصادي واجتماعي مع العراق، باعتبار أن الأردن هو امتداد للعراق ذهابا إلى فلسطين. خليني أكمل والله. تفضل معدة دكتور صباح عم نختم وياه. ماشي حبيبي ماشي، أعطيني دقيقتين. تفضل دقيقتين. يعني أقول لك وجهة نظري. تفضل. المشكلة هنا هي مشكلة جيوسياسية، جيوبوليتيكية حقيقية. المنافس الأول لموقع إيران في الإقليم والقاتل الأول لدور إيران في الإقليم هو العراق. لماذا؟ العراق هو الرابط الأسهل بين الكتلة الآسيوية كلها والكتلة الأوروبية. الجسر العربي معروف، الجسر العربي هو عبارة عن العراق وامتداداته إلى المتوسط. إذن ينبغي على إيران أن تقتل هذه الميزة الكبيرة بأن تحتل العراق وتذهب هي إلى المتوسط لكي تثبت وجودها. لاحظ فإن عملية اغتيال العراق حقيقة هي مصلحة إيرانية أولى قبل أن تكون مصلحة غربية. الغرب يريد العراق ككيان ويقاتل أي نظام، يقاتل أي نظام يشاكس الغرب في عملية الاستحواذ على موقع العراق. أشكرك دكتور صباح الناصري. الآن الضيوف تحدثوا أنه المجتمع الدولي أو الإقليمي يريد تثبيت الوضع في العراق بسبب ظرف استثنائي يمر به العالم، حرب روسيا على أوكرانيا وغيرها من المشاكل الأخرى. ماذا لو تجاوزنا هذا الظرف الاستثنائي؟ هل سيسمح للعراقيين لقوى وطنية ببلورة رؤية جديدة ونظام حكم جديد؟ سيسمح؟ خلص نعدي هاي المرحلة الحرجة. نعم، وهذا السؤال بمليون دولار مثل ما يقولون، لأنه بالفعل مثل ما تفضلوا الإخوان الأعزاء وأستاذ ماجد بأن المراهنة هي فقط أنا أسميها مرحلية، يعني أقصى شيء بضعة أشهر مو أكثر حقيقة. وأيضا خوف من تداعيات الاحتجاجات في إيران اللي كان يعتقد الغرب، لاحظ أنت كنت تتابع الصحافة الأوروبية مثلا أو حتى الكندية والأمريكية في الأسابيع الثلاثة الأربعة الأولى ما تحدثوا عن الاحتجاجات في إيران أبدا، لأن كانوا يعتقدون بأن بإمكان النظام احتوائها مثل الاحتجاجات الماضية. فقط عندما شافوا الاحتجاجات بدأت تتسع إلى رقع ما كانت أصلا يعني في السابق جزء من الاحتجاجات، ثم بدأوا يتحدثون عنها بس بخوف وباستحياء، يعني لأن ما يردون حقيقة في هذه اللحظة وفي حرب روسيا أوكرانيا أن يتداعى أو يسقط هذا النظام الملالي في إيران، مستفادين من عنده.
فلذلك أنا أقول هذه مرحلة انتقالية، مرحلة غير واضحة بالنسبة للكل، وكل واحد يريد مثل ما قلنا يحافظ على موطئ قدم وين في داخل العراق. يعني العراق من 2003، أنا كتبت هذا في 2003، سياسة أمريكا في المنطقة العربية بالذات منطقة الطاقة، ونحن نتحدث عن الطاقة، وحتى المؤتمر من الأردن كان كله على الطاقة بالنسبة لأوروبا. دكتور صباح حقيقة أعتذر من عندك لأن الوقت فعلا انتهى، كنت أتمنى يعني الوقت يسعفنا وظل أسمعك وأسمع بقية الضيوف طبعا، لكن الحقيقة الحلقة انتهت ولم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفها وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وكان معنا من واشنطن عبر سكايب الدكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي واشنطن، وأيضا نشكر ضيفنا من تورنتو أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك الدكتور صباح الناصري، كما أشكركم وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.